دكتور، فكرة ترشيد الإنفاق وأيضا تحريك سعر الخبز من 5 قروش لعشرين قرش، خلينا نفهم السادة المشاهدين الأثر الإيجابي لده، وعايزة أعرف برضو من حضرتك هل ده ليه علاقة بفكرة الحد من الفاتورة الاستيرادية للقمح؟ طبعا. لا هو مش يعني طب نوضحها برضه عشان يبقى الايه، منظومة الخبز بتتحقق او النهارده قيمة رغيف الخبز او تكلفته على الدولة حوالي 125 قرش، يعني جنيه وربع تقريبا. طب انا النهارده بيتباع بكام؟ بيتباع بشيلينج اللي هو 5 قروش. الخمس قروش ده معناها انه مصر اولا احنا بننتج سنويا في منظومة الدعم اللي هو الخبز المقدم في منظومة الخبز حوالي 100 مليار رغيف سنويا. ال 100 مليار دول بيتكلفوا حوالي من 125 ل 126 مليار جنيه، وده الدولة اللي بتقوم بيه. طب أنا الدولة النهاردة بتاخد من المواطن كام؟ 5 قروش، يعني بتاخد ما يقرب من 5 مليار جنيه، وبتقوم بعملية دعم 120 مليار جنيه، تمام. طب أنا النهاردة عشان الدولة تستمر في عملية تقديم الخدمة، تقديم خدمة الدعم، ما هو الإشكالية في إيه؟ الإشكالية كده كده الدعم هيبقى موجود، أو في هذا النطاق، خلينا نتكلم على منظومة الخبز. طب هو الدعم موجود، بس أنا بدل ما الدولة بتتحمل 120 مليار جنيه النهارده في منظومة الخبز والمواطن بيتحمل 5 مليار، لا أنا هخلي الدولة تتحمل 105 فقط والمواطن هيتحمل اللي هم ال 20 مليار جنيه. يبقى أنا وفرت أو قللت فاتورة الدعم. طب لما أقلل فاتورة الدعم ده معناه إيه؟ المتوقع ان سعر طن القمح في على مستوى العالم هيزيد بحوالي مثلا من 10-15% خلال السنه او السنتين القادمين. النهارده طن القمح بكام؟ بحوالي من 270 ل 277 دولار. احنا مصر بننتج حوالي 10 مليار طن قمح، 10 مليون متاسف طن قمح، وبنستورد 11 مليون طن قمح. فانا استهلاكي كله 21 مليون. طب انا النهارده اللي انا بستورده من الخارج ده فاتورته بدات تزيد، يعني تجاوزت 3 مليار دولار. في ظل ازمه اقتصاديه عالميه وفي ظل ازمه موجوده داخل الدوله المصريه، فانا لازم اقلل على الاقل هذه الفاتوره، اقدم الدعم، بس بدل ما يبقى نوصل لمرحله ان يكون عندي زحمه على المخابز، يكون عندي إشكالية، يكون عندي عدم قدرة على استدامة الدعم المقدم للمواطن، فالدولة هتبدأ تقسم أو تقلل الفاتورة الموجهة للدعم في نطاق الخبز. كمان يعني الفكرة وراء الدعم النقدي، تحول الدعم النقدي بشكل مباشر عشان زي ما قلنا يصل إلى مستحقيه. صحيح.